كشف مخطط قطر لحرمان مصر من مياه النيل بعد الضغط العربي على قطر لوقف تمويل الإرهاب وإفشال مخططات زعزعة استقرار المنطقة. لجأت الدوحة إلى إفريقيا لشن حروب التخريب عبر المياه بعد شروع إثيوبيا في بناء سد النهضة. عادت العلاقات القطرية الإثيوبية بعد قطيعة دامت لست سنوات، تكللت بزيارة تميم بصحبة مخابراته لإثيوبيا وضخ 5.8 مليارات دولار لاستكمال بناء السد. الدوحة اتفقت أيضاً على زراعة 1,200,000 فدان بمنطقة السد. قطر أصبحت تدير أزمة المياه في إفريقيا لحرمان الشعب المصري من مياه النيل.